السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم اللغة العربية، الصف السادس. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنكم الاشتراك في قناة المدرسة على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. طلابنا الأعزاء، نقدم لكم اليوم ضمن الدروس المصورة لمادة اللغة العربية درس خط الرقعة، صفحة رقم 44. ومع أهداف الدرس، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يكتب فقرة تعطى له بخط النسخ مراعيا شكل الحروف والمسافات كتابة صحيحة. يكتب جملة تعطى له بخط الرقعة مراعيا الدقة وتناسب الحروف كتابة جيدة. والآن مع التهيئة، حدد الجملة التي بها همزة متوسطة فيما يأتي. السؤال الأول سهل: السماء صافية، الصدق هو الشيء الوحيد الذي أبحث عنه. يسمع أحمد كلام المدرس. أحسنتم، الجملة الأولى السؤال الأول سهل، وهي كلمة السؤال التي فيها همزة متوسطة على شكل الواو. والآن نعطيكم بعض المعلومات عن خط الرقعة. خط الرقعة هو خط عربي سهل، يتميز بالسرعة في كتابته، يجمع في حروفه بين القوة والجمال في آن واحد. لا يهتم بتشكيله إلا في الحدود الضيقة باستثناء الآيات القرآنية، وهو من الخطوط المعتادة التي تكتب في معظم الدول العربية، وجميع حروفه مطموسة عدا الفاء والقاف الوسطية. تكتب جميع حروف الرقعة فوق السطر ما عدا الهاء الوسطية والجيم والحاء والخاء والعين والغين المنفصلات وميم آخر الكلمة أو الميم المنفصلة. وبشكل عام، يميل القلم إلى الأسفل عند التحرك من اليمين إلى اليسار في الكتابة. والآن مع مقطع مصغر جدا في كيفية كتابة حرفي الصاد والضاد موضوع الدرس. انظر إلى الصاد، تكون صاعدة بانحراف بسيط ثم ترجع بسمك أكبر. وبالطبع ما ينطبق على الصاد ينطبق على الضاد أيضا، وهما المعنيان بهذا الدرس. انظر، ولمزيد من التوضيح يا طلابنا الأعزاء، وضعنا لكم رابط هذا الفيديو ليساعدك أكثر على تعلم خط الرقعة بشكل أكثر. طلابنا الأعزاء، ولتدريبك على خط النسخ أولا ولمعرفة الفرق بين خط النسخ وخط الرقعة، اكتب هذه الفقرة أولا بخط النسخ مراعيا شكل الحروف والمسافات. إن الالتزام بقوانين السير وإشارات المرور يحتاج إلى الصبر والوعي، لأن التسرع قد يهلك صاحبه ويضر بماله وأهله ويؤثر في تحديد مستقبله ومصيره. يمكنك أن تأتي بورقة وقلم وتكتب هذه الفقرة ثم تعرضها على المعلم متى أحببت. أعزائنا الطلاب، وهذه الفقرة هي الموجودة في كتابك المدرسي. حرصنا على أن تكون بها حرف الصاد، وما ينطبق على الصاد ينطبق أيضا على الضاد. تكتبها بخط الرقعة كما تعلمت في المقطع السابق. والآن مع الغلق، ما سبب كتابة الهمزة في الكلمة التي تحتها خط في الجملة التالية بهذا الشكل؟ يزأر الأسد بصوت مرتفع. كلمة يزأر لماذا كتبت على شكل الألف؟ أحسنتم يا شباب، لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن. والآن نكون قد انتهينا من هذا الدرس السهل، وأنصحكم بكثرة التدريب والكتابة وعرض ما تكتبون على مدرسكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.